وبالتالي أنا أعتقد أنه سيد المالكي ربما حتى تيار الصدري، يعني تتذكر قبل تقريبا أشهر قال السيد أبو حسن العامري، قال اتصلت بالسيد مقتدى الصدر بعد انسحاب التيار الصدري من المشهد السياسي من البرلمان، وقلت له لا تشتركوا في الحكومة ولكن ابقوا نواب التيار الصدري في البرلمان، قال لا هذه المرحلة، هذا على لسان السيد أبو حسن العامري، السيد هادي العامري قال هذه المرحلة هي مرحلة للإطار التنسيقي، شكلوا الحكومة والمرحلة المقبلة هي مرحلة سنعود مرة ثانية. بمعنى أن التيار الصدري يعني حتمية عودته باتت واضحة، اليوم التيار الصدري تيار قوي ولديه جمهور كبير، وهناك أطراف من داخل الإطار التنسيقي يقولون أنه لو بقي التيار الصدري ما حصلت الكثير من الإشكالات. تمام، بس المالك بدعوته يريد عودة التيار الصدري، لو عنده مشكلة ثانية، لو عنده مشكلة مع شعبية السوداني، لو أكو وضع يريد يصلحه. لا أنا أعتقد أنه السيد نور المالكي هو من الشخصيات السياسية الكبيرة، ويعني له خبرة طويلة في إدارة حتى الأزمات بالعراق. أنا أعتقد أنه السيد نور المالكي هو يريد عودة التيار الصدري لأنه يشعر بخيبة أمل من وجهة نظري الخاصة، لم يقل لي أحد، ولكن أنا أعتقد بعض أطراف الإطار التنسيقي للأسف الشديد لم يعطوا السيد نور المالكي الأهمية أو الحجم الذي يليق بالسيد نور المالكي. هناك كثير من الاتفاقات من الأزمات حلت دون موافقة السيد نور المالكي، وكان لديه يعني كانوا يعتبرون السيد المالكي رقم كما موجود في داخل الإطار التنسيقي. وأعتقد أنه السيد نور المالكي ربما هو أكبر، باعتبار أنه السيد نور المالكي هو الأب بالنسبة للإطار التنسيقي.